الواد اللي كان عايش لغيره الزمن أول كانت تشوفه الناس سند والطيبة كانت مالية أهو ده اللي قالوا عليه أسد بس الطيبة رقمه وادي الأسد عن طبع داس وعقابه خطة مدار بركان غضب هد القلوب شايل في قلبه سنين راجع كمان مسحور كسول طايح زئير وغير خدهم غرور الشر لسيوح اكمالي سنين اتقي الشر الحليم لو يوم يسن الزين وخلصت زادوا في الطويان خانهم ذكائهم ما الأسد محبوس ورا القطبان وادي الأسد خارج بينهش كل طبع جبان في الدنيا راهن على الأسد تلقى الرهن كسبان بركان غضب هدي القلوب شايل في قلبه سنين راجع كمان مسحور كسول طايح زئير مخيف خدهم غرور الشر يوحك مالي يا سنين اتقي شر الحليم لو يوم يسن السيف في الدنيا راجن على الأسد تلقى رغن كسبان على رضوان البرنس ابن حامد مصطفى سمكرة الله يرحمه عشت عمري كله وسطكم عمري ما مدت ايدي على حد عمري ما افتريت على حد ودول اخواتي اللي قتلوا مراتي وابني اللي افتروا عليا واتبلوا عليا ورموني في السجن حتى بنتي رموها في الشارع جايين لي النهارده بتلاتة مليون جنيه بيقولوا لي تحيه مننا ليك ودي تحيه مني ليك حلاوه خروجي بالسلامه من السجن